الحين طبعا عندي عمل فني وشغال على البونيت مال السياره. راح اكمل الرسمه هاي ان شاء الله في المعرض اللي راح يكون الشهر الجاي. قبل ما ابدا الرسم في البدايه اول شيء احدد الاوتلاينر للرسم بالقلم رصاص ستيتش، اعرف وين راح ارش الالوان بالاير برش، ومن بعدها ابدا الون. طبعا هذه هي الاير برش. الاير برش تكون موصوله مع الهوز للكمبرسر. الكمبرسر يعطيك الهواء والالوان موجوده هنا، وبالهواء بالضغط يبدا الالوان تتطاير ونبدا نشكل الرسمه. الاير برش لها انواع، انواع على حسب الابره اللي داخليه. الابر تبدا من 0.5 اللي هي الكبار، تعطيك الالوان الاوسع، لين بوينت تقريبا 0.18 ملم اللي هي تعطيك الامور الصغيره الديتيل، وهذه الاشياء يعني تميز الاير برش وطريقه رسمك فيها. طبعا واحده من الاشياء اللي نحن نستخدمها في الاير برش اللي هو الستنسل. الستنسل هذا كل شكل من الستنسل يعطيك الشكل او اللي تباه. مثلا عشان الهواء المتطاير او الرذاذ المتطاير تقدر تتحكم فيه، لازم احط ستنسل. هذا الستنسل يحمي الالوان انها تروح لمكان ثاني، انا اقدر اسيطر على الالوان عشان اشكل الرسمه اللي ابغاها. تحديات اذا بترسم بالاير برش او للبورتريت، انه جدا صعب مثل ما قلت انك كيف تتحكم في الهواء او الالوان المتطايره وكيف تقدر تكون منها شكل. نحن قلنا بالستنسل هالشيء يساعدك، بس هذا يعني مش ان هذا الشيء راح يعطيك الرسمه اللي هي والشكل بوضوح، لا لازم محتاج دقه كثيره. هذه الطبقه الحين اللي اشتغل عليها اللي هي الاولى، وبعدين ببدا بالتفاصيل. الابره الثانيه راح تكون تفاصيل اصغر واقل هني عشان ابدا ابين الشكل او الصوره. طبعا نصيحتي اللي بيتعلم الاير برش انه اول شيء يتعلم كيف ينظفها، ان لو ما تعلم كيف ينظفها هالاير برش ما راح يدوم معه، ما يقدر يستخدمها مره ثانيه. فالنصيحه الاولى تعلم كيف تنظفها قبل ما تحط الالوان داخلها.